حرف يدوية، حلويات، إكسسوارات ومستلزمات تحضيرات عيد الميلاد ورأس السنة، بمشاركة أكثر من 40 قسم بمجالات مختلفة، اجتمعوا بمعرض خيري تحت عنوان نجمة بيت لحم 2019 في مسرح كاتدرائية النبي إلياس بحلب. هذا المعرض نجمة الميلاد هالسنة بيعبر على أنه حلب هي متألقة دايماً، كانت قبل الحرب وفترة الحرب توقفنا شوي بسبب الإرهاب، وهلا حالياً حلب تعود متألقة مثل قبل إن شاء الله. نحن عنا مشغل بصلنا من وقت الأحداث بلشت مشغل نعلم السيدات كل المهنات اللي بيدعوها، كروشيه، سياخ، حتى إتامين، وبنفس الوقت بس يخلصوا تعليم بيشتروا بيشتغلوا، انا بعطيهم كل الحاجات وهن بياخذوا وبعطوا على القطعه مشان يشتغلوا يلاقوا صنعه بايدهم. والله مشاركتنا اشغال يدويه وعم نأمن المواد كمان شيء من هون وشيء هيك وهيك يعني. طبعا اشغالنا كله لها علاقه بالمناسبه، كان الميلاد ولا يعني راس السنة كله للمناسبات يعني. مشاركة المعرض هي المشاركة الثالثة إلي بالمعرض، بقدم كعك بلوز ضيافة العيد تقريبا، كعك بلوز، كوكيز، ملبس وتشيز كيك هون وفي كب كيك. المعرض وفر تشكيلة واسعة مميزة من المنتجات المحلية وأدوات الزينة المصنوعة بحب ولمسة يدوية خاصة زرعت الفرحة بقلوب الكتار.